السلام عليكم ورحمة الله. آمن الراسخون في العلم بالقرآن وما فيه من محكم ومتشابه، وصرحوا بإيمانهم وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وساروا على طريق الحق والهدى مطمئنين. ولكنهم تلفتوا يمينا ويسارا فرأوا الفرق الضالة الزائغة، رأوا تلك الفرق التي كان يشار إليها بالبنان تضمحل رويدا رويدا وتتساقط كالذباب، فخافوا على أنفسهم ولجأوا إلى الله بهذا الدعاء: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا لَا تَصْرِفْ قُلُوبَنَا عَنِ الْإِيمَانِ بِكَ وَلَا تُمِلْ قُلُوبَنَا عَنِ الْحَقِّ جَهْلًا وَعِنَادًا مِنَّا، فإنك وحدك من مننت علينا بالهداية لدينك، وبيدك وحدك أن تمن علينا أن نكون مستقيمين هادين مهتدين، وبقدرتك وحدك أن تباعد بيننا وبين الزيغ الذي لا يرضيك. وإن كان ذاك هو حال الراسخين في العلم، فما بالنا لا نخاف مما يخافون، ولا نخشى مما يخشون، ولا ندعو بهذا الدعاء، وما بالنا نخوض في مستنقعات الشبهات والضلالات والهوى، ونستمع لكل زائغ مفتري صاحب ضلالة أو بدعة، نزعم أننا قادرون بقوتنا وإرادتنا على النجاة من شرورهم، والتاريخ يشهد في الماضي والحاضر والمستقبل أن كثيرا من أمثالنا وقع في شراكهم، وكان السلف الصالح يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يستمعون لتلك الشبهات والضلالات. ولماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ فهو أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله، كان كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكن ممتنا لله عز وجل الذي هداك وأضلهم. وردد معي هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وامنحنا من فضلك رحمة واسعة، رحمة عظيمة توفقنا بها إلى الخيرات وتعصمنا بها من المنكرات، رحمة تبكينا من شدة الفرح، تصلح بها الأحوال وتشرح بها الصدور، رحمة للقلوب ورحمة للجوارح، رحمة في الدنيا ورحمة عند الموت، ورحمة عند السؤال في القبر، ورحمة عند الحساب يوم القيامة. إنك أنت وحدك الوهاب كثير الفضل والعطاء، تعطي من تشاء بغير حساب. ردد معي ذاك الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.